اليوم رانا عند عائله عمي عابد بالطاهر. اليوم رانا فرحانين بزاف. 58 يوم اللي راح علينا يوسف من الدار من يوم الجمعه 13 اوت 2021. اول تصوير اللي صورناه كنا يوم الجمعه، صح؟ كنا يوم الجمعه يعني بعد اللي خرج يوسف. اذا يوسف الحمد لله راه في الدار، يعني اعتذر عاد من يعني التصوير وقال لكم لا غالب ما نطيقش باسكو في حاله نفسيه، يعني معليش، وراه يعالج عند طبيبه نفسانيه. نقولوا له الحمد لله راك بخير، والحمد لله راك رجعت للدار. الوالده تاعك مسكينه بكات عليك الليل ونهار. نبداو مع عمي عابد، راني نشوفك راك فرحان اليوم. الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يوم مبروك ويوم يوم 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 جميل، يوم أجمل. أجمل في حياتك؟ أجمل في حياتي بعد 58 يوم جحيم اللي عشتها أنا وزوجتي وأولادي وأحبائي وجيراني وأصحابي وأصدقائي وكاع اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، بكوا معايا وحزنوا معايا. واليوم الحمد لله ربي نزل رحمته، وخاصة على قناة الواي بي سي الغراس اللي هي من طرفها ومن طرف الفيديو اللي دارتو لي الحمد لولدي ورجع لي سالم غانم إن شاء الله. ونشكر كل من حس بيا وبكى معايا ودعا معايا، ونشكر الشرطة ونشكر الدولة الأمن اللي وقف معايا، وخاصة الشرطة اللي كيقول باللغة الأجنبية وهي لابريكاد مينار تاع الشرطة الولائية لمستغانم. ونشكر المسؤول الأول في القطاع العدالة، ونشكر كل مسألة وكل من حس بي وحس بجرحي. والحمد لله وربي قال في القرآن الكريم وبعد العسر يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاؤلوا خير تجدوه، والحمد لله جدنا الخير وربي ما في غير خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي عبد راه فرحان اليوم على خاطر رجع ولده من 13 اوت 2021، مازال ما بانش، الحمد لله راه في الدار. اعتذر، نقول لكم بلي اعتذر، ما بغاش يبان في يعني امام الكاميرا باسكو راه حشمان ومشى طايق، باسكو حسب التصريح تاع الوالد تاعو قال بلي ما حبش يبان في يعني في امام الكاميرا، لازم شويه وقت. معليش نعاود نقول له ان شاء الله. الحجه واش راكي؟ الحمد لله. كنتي تبكي ودروك راكي فرحانه؟ الحمد لله. هيا قولي الشعب الجزائري شنو تقولي لهم؟ ربي يجازيهم وربي يفرح كل من اللي بكى معايا، ربي يفرحه ويعطيهم كما يتمناو. فرحه كما قال لك لا توصف. نعيا نعبر وما نجمش نقول الشيء اللي راني حاسه به، اللي رجع لي ولدي سالما غانما كما طلبت ربي وطلبوا المسلمين والمؤمنين معايا. ربي يفرح كل انسان، ربي يفرحكم انتم ان شاء الله. لا ما كاش مشكله، حنا الفيديو تاعك داير ضجه. حنا على قناه الكترونيه وي بي سي الاوراس، اللي من اللي بدات يعني ملي بدات الحزن اللي بدات، وحنا دائما وانا بنفسي دائما اتصال مع عمي عبد. قال لي والله العظيم الاسبوع الماضي قال لي يا ودي انا صاغي غادي نعاود ندير نداء. قلت له عمي عبد لازم نصبروا اسبوع. الخميس اتصلت بك انا شخصيا، قلت لي الحمد لله راه ملقاوه وجابوه راه في الدار، والحمد لله يا ربي. نشكر الامن الولائي لولاد مستغانم اللي كانت سهره على هذه العمليه بزاف. نشكر عليهم، نشهدوا عليهم امام الله في الدنيا قبل الاخره، ووقفوا
وقفة تاع راجل واحد وقت اللي الروح عندهم نصيبهم في القضية تاع إبلي، وقت اللي الروح صباح الروح عشية نصيبهم توجو في القضية تاع إبلي، وكثر خيرهم وربي كما قالك يوفقهم إن شاء الله. المهم عمي عبد يعطيك الصحة والحاجة راه معانا هنايا، إذا سابكم بلي قناة وي بي سي الأوراسية الأولى اللي كانت تتابع في هذه القضية سباقة في القضية تاع شخصيا اللي كنت دائما نتصل بهم. الحمد لله والحمد لله يوسف راه رجع للدار والان راه في الـ راه في الـ راه في الـ راه في الليسي يقرا، والحمد لله راه رجع للدار. يعني ما بقاش ندخلوا تفاصيل كيفاش راح كيفاش ولا، يعني هو حكى لنا في يعني في الجزء الاول، والحمد لله رانا هنا امام العائله تاعو الحاج والحاجه واختو. يعني احنا نتمناو كنا باغيين يعني تكون عائله كبيره، ولكن معليش نقول لكم نعطيكم الصحه انتم تاني الشعب الجزائري اللي ساهمتوا في باش تشوفوا هذا لا فيديو لقناه وي بي سي، قناه الكترونيه معروفه الحمد لله اللي تعالج كل القضايا. قناه وي بي سي هي تكون يعني كما يقول لك تكون تساعد الناس هادو اللي يكونوا محتاجين. ان شاء الله نقول لكم الحاج والحاجه الله يطول في عمركم. ان شاء الله يوسف كيما رحت لازم تفرح والديك بقرايتك ان شاء الله. نقول لكم نعطيكم الصحه ونشكر المدير العام لقناه وي بي سي اوراس اللي شارك معايا ايضا في الاتصالات حول هذا الموضوع. نقول لك باللي شكرا بارك الله فيك. نقول لكم انتم يعطيكم الصحه. المهم حنايا نورمالمون يكون معنا يوسف ولكن ما بغاش، قال بلي انا ما نسرحش. المهم اتصلنا به قال لكم دي معليش سجلوا في والدي هما يتسجلوا في بلاصتي، ولكن نقول لكم في اخر الكلمه نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنا الحاجة كيما هكا، يعطيك الصحة دعاء، يعطيكم الصحة، ربي يخليك، يعطيكم الصحة.